وي قاد اغدي توالي انت قاد اغدي توالي الناس ديني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الزول في الاول مرحبا سي سوان ريغي ميت ديان اساكي اندر ادن سقارز تمسالين تمورت الجزائر تين كورا يكينا اللي مثلا كورا تزرم الطاسي غولان تصريحات المسلال تصريحات المسغول تصريحات المسعداني افلحوان تمورت الجزائر مدبرن الحكومه قارنت بلي تمورت الجزائر يعني تن في الحق بريد العالية بخير سي الجهان تذمسان نسي الجهان تسرسيث لنا الطاس يعني وذي بغانا دخار بن ثامورت لنا الطاس وين بغانا ذي وثن الاستقرار تمورت الجزائر نكوني نفغاد نواساكي كريم مسنون اراغ دينين يعني شي يضرون هل حقيقة ثامورت الجزائر يعني لن ثير بعين سي فريب بغانا نوث الاستقرار كي ناض الحكومة تمورث مدبر الحكومة تمورث الجزائر اريت فرنس ولا يعني باش دارو لنا في الواقع يك حسن تمورث الجزائر او نديني قيمتي كي نتسلم الصوت كي ادنو على الغروب. وبعض الناس عايشين لبرا وياكلوا الغلة خالصين عليها من برا وحابين في وسط الجزائر يصنعونا دويلات وهمية ناس سمسر سماصرة خالصين عليها دافونس وماشيين ماشيين في مخططات أقول صهيونية ماشيين في مخططات صهيونية ومخططات أجندات أجنبية ومش مليون واحد داير حكومة وهمية وواحد حاب يدير من بعض مناطق الجزائر يعني مؤسسة خاصة وبعضهم يريد أن يغتنم اي شيء في الجزائر كون يسيب الريح يسيسوه الريح كي يسيب وكان هادي توالين تيكاي توالين سلام دي الصوت هاكي نبغاد ناوي ساكي كريم وسناون راغدي في كنتافات في تمسالين هاكي ضرون في تمورت الجزائر الساكي دنزوار سونف كينا كماتنا محمد العربي زي طوط دبلوماسية قديم ديون إقبنان يعني أسقامون الرشاد مؤسسة الرشاد السلام عليكم زول فلاك ماس العربي زي طوط. وعليكم السلام ورحمة الله زول فلاك أخي محمد. مرحبا بك الاستاذ. يعني الايام هذه نسمع كثير يعني الايادين الخارجيه ويعني فيه مؤامرات عن الجزائر، هل حقيقه ان الجزائر يعني مستهدفه؟ ما رايك يعني في قول اللي راهم في الحكومه يعني كسلال غول وسعداني يتكلموا الان يعني على الامور هذه بان الجزائر مستهدفه والجزائر تسير يعني في طريق سليم والجزائر بخير من الناحيه السياسيه والاقتصاديه، يعني ما هو تحليلكم؟ مرحبا بك وبالمستمعين المشاهدين الكرام. شوف هو لو كان نشوفوا الدول كل الدول مستهدفه، هذه علاقات خارجيه وعلاقات دوليه، كل الدول تقريبا الولايات المتحده مستهدفه، الصين وروسيا حاب تستهدف الولايات المتحده في صراع احيانا خفي وصراع احيانا ظاهر. روسيا مستهدفة، تركيا مستهدفة، فرنسا مستهدفة، السعودية مستهدفة، سوريا مستهدفة، كل الدول طبعا مستهدفة لأنه هذا صراعات على المستوى الدولي. وإذا كان تبقى القضية ماشي إذا كان دولة مستهدفة أم لا، وإنما إذا كان عندنا دولة بالفعل وإذا كان عندنا في هذه الدولة نظام حكم ليقدر يسير هذه الدولة ويقدر يدافع على مصالح الدولة وعلى مصالح الشعب. هذا هو السؤال الأساسي. للأسف اليوم ما عندناش نظام حكم وطني، ما عندناش نظام حكم شعبي، ما عندناش نظام حكم شرعي، ما عندناش نظام حكم فاهم، يعني ما عندناش حتى مش فاهمين حتى واش يديروا، مستواهم التعليمي، مستواهم العلمي، مستواهم الفكري، تسمعهم يتكلموا تحس مع احترامي لزانديكاب مونتو اللي عندهم مشاكل عقليه، تحس وكانهم يهضروا مع ناس عندهم مشاكل عقليه، وكانوا شعب جزائري كله قاصر وعنده مشاكل عقليه. لما نسمعوا الان قبل شويه تسمع في الخطاب اللي
نظن كان يتكلم عليه يقول يقول على الصهيونية. طيب الصهيونية واحنا مستهدفين ومن الخارج والصهيونية وفرنسا ومانيش عارف. طيب انت عندك رئيس الدولة كان 88 يوم عند عسكر فرنسا، وش تقول في هذه؟ يعني هل الصهيونية هي اللي داتوا عند فرنسا، ولا هو اللي راح برجليه عند فرنسا، هو اللي كان في مستشفى عسكري وتحت المخابرات العسكرية الفرنساوية؟ هل فتح اليوم المجال الجوي والأرض الجزائرية للعسكر الفرنسيس والأمريكان، هل هما صهيونية اللي حتمت عليك، ولا أنتم اللي فتحتوا باش فرنسا تغزو إفريقيا وتحتل مالي وتحتل النيجر وتحتل؟ هل هما الصهيونية هي اللي قالت لك غيرت برامج التعليم وخلي الفرنسيس الآن هما اللي يقولوا لك وش تعمل في البرامج التعليم، وفي برامج عند الدرك الوطني، وفي برامج الشرطة، وفي برامج الجيش؟ هل هما اللي فرضوا عليك باش توقع اتفاقيات عسكرية لدرجة أنه الجيش الجزائري يصبح عصا في يد فرنسا وفي يد أمريكا؟ في الحقيقة مهزلة. هما بالفعل هؤلاء في نهاية المطاف الخلاصة لو كان جنا نعتبروها هما أنهم خونة للبلاد ولثورة البلاد اللي ماتوا عليها الملايين عبر التاريخ، وخاصة في من 1954 فقط مات أكثر من مليون جزائري استشهدوا باش يحروا هذه البلاد. لكن جات مجموعات ما هي الشعبية، ما هي الشرعية، ما هيش فاهمة، ما عندهاش مستوى علمي. نفكروا فقط أنه من 62 لحد اليوم ما فيش واحد حكم الجزائر، رئيس للجزائر، سبع رؤساء مروا، ولا واحد عنده شهادة البكالوريا. طبعا هذا ما يعنيش أنه لازم يكون عندك شهادة البكالوريا باش تكون رئيس، لكن فقط باش يعطينا مستوى الحكام تاع هذا البلد اللي في الحقيقة تجيبهم الدبابة ويعيشوا بالدبابة ويموتوا على الدبابة. هذا هو المشكل اللي رانا عايشينه اليوم، وهذا وضع الجزائر اللي راه ينهار. صحيح الجزائر مستهدفة، لكن أكبر خطر على الجزائر هو النظام اللي مسيطر عليها بالقوة وبالقهر وبالنهب وبالفساد وبالفشل، وهذا أصبح اليوم واضح للجميع. الأستاذ العربي زيطوط، يعني نرى بعض التناقضات فيما يخص يعني كلام المسؤولين. الآن نتكلم عن الاقتصاد، يعني الشهور الماضية كنا نسمع من طرف سلال أن الوضع الاقتصادي يعني صعب جدا، لازم تقشف ولازم نعرفوا يعني واش نديروا، الشعب الجزائري لازم يصبر. واليوم الآن سلال صراحة قال نحن متحكمون في اقتصادنا الوطني، وبالعكس فإن تراجع أسعار البترول شكل لنا فرصة لتنويع اقتصادنا. قالك وهو يستدل يعني بإنشاء 24 ألف مؤسسة خاصة خلال 3 سنوات الأخيرة. يعني مرة الشعب يسمع لازم التقشف والوضع صعيب، ومرة يسمع باللي احنا نسير بخير في مجال الاقتصاد تاعنا متحكمون. يعني إذا ممكن تعطينا رأيك في المسألة هنا، لأن الشعب ما يفهمش واش هو صور، مرة التقشف مرة رانا ملاح. هو هذا هو الخطاب المتناقض والخطاب الجاهل تاع مستويات تاع سلال ونتاع غول ونتاع سعيداني ونتاع كل لاكليك هذه اللي راهي كاي تيمبوزي على كونت لا فولونتي دي زالجيريان. هذا هو المشكل. لازم الكلام يسمعوه الان، راهم يسمعوه فيك ناس اللي عنده في الدار عنده 3 اولاد 4 اولاد كلهم اكثر من 20 سنه وباللي ما همش يخدموا. لازم يقول لهم هذا الكلام، لازم يقنعهم بالاقتصاد مليح. اللي راهو عنده بنات في الدار ما تزوجوش، خاطش ما اللي خاطبهم ما عندوش سكنه، ما لقاش سكنه، ما لقاش الخدمه. كاين ناس راهم يسمعوا فيك ما عندهمش باش يخلصوا تريسيتي، كاين ناس راهم يسمعوا فيك ما عندهمش كي يتغدى ما يتعشاش وكي يتعشى ما يتغداش، كاين ناس ولادهم يمشوا بحوايج قديمه ويتضاربوا مع ولادهم لانه ما عندوش باش يشري له تليفون، ولا ما عندوش باش يشري له سروال، ولا ما عندوش باش يشري له ترينينغ، ولا ما عندوش. هادو الناس لازم يقنعهم سلال باللي الوضع راهو مليح. هو الوضع راهو مليح بالنسبه ليهم هم، لانه هم واش راهم يديروا الان؟ يهربوا ولادهم للخارج، يدوهم في لي ريزيدونس، كاين بزاف من اللي يدوا لا دوبل ناسيوناليتي هما عايشين في الجزائر، يهربوا في الاموال للخارج. الان هذه قضيه بنما بيبرز، هذه اخر فضيحه من الفضائح، لكن بالحقيقه الاموال اللي راهي تهرب
راح يتهرب الامارات، راح يتهرب البحرين، راح يتهرب لاسبانيا، راح يتهرب لبريطانيا، راح يتهرب لفرنسا، راح يتهرب لكل مكان. ونهار اللي يكشفوا الجزائريين حراي الاموال اللي تهرب، الناس راح تشيب، يعني الناس راح تشيب، والناس راح تصاب بامراض اكثر من الامراض اللي راهي ماشيه في البلاد. احنا نعرفوا ان عدد كبير من الجزائريين من لي زاديلت من البالغين عندهم امراض، حتى الاطفال احيانا عندهم دي مالادي كرونيك، يعني عندهم امراض القلق خاصه، عندهم السكر، عندهم لاتونسيون، عندهم امراض والسرطان، عندهم امراض قلق رهيبه. لماذا؟ لان حياتهم اصبحت تعيسه، اصبحت سيئه، اصبحت بائسه. حتى اللي عنده شويه دراهم، حتى اللي ما يخصوش بالك دراهم وبالك راهو ساكن لاباس وكذا، لكن لما يعرف باللي كيخرج ولادو صغار ما يعرفش، ما يعرف باللي كاين لا دروغ راهي تتباع حتى في لي زيكول بريمير، ويعرف باللي السرقه راهي بارتو، ويعرف باختطاف الاطفال، يخاف. وكاين ناس بزاف راهي تغادر البلاد، اللي عنده شويه فلوس راهي يشري فلورو راهو يغادر، كاين اللي يروحوا لتونس، كاين اللي يروحوا للمغرب، والمحظوظين بيان سير يروحوا لاوروب ولا يروحوا حتى ليزامريك. هذا الرد على سلال وجماعته في الحقيقه كلام فارغ، ولا واحد يقدر يسمع لهم، والكلام اللي يقولوه ما يقنعش حتى اطفال المدارس تاع الابتدائي. يعني الاستاذ العربي يعني فيه معارضه في الخارج ومعارضه في الداخل، يعني تريد الخير للبلاد، يعني تبحث عن التغيير، التغيير هذا اللي يجيب الخير للشعب الجزائري، ولكن دائما المسؤولين كانوا يتكلموا على الايادي الخارجيه، ولكن نرى بان يعني التوجيه السياسي لتصريحات بعض المسؤولين يعني من الخارج، مثلا السفير الفرنسي اللي قال نمدوا تقريب 60% يعني تاع التأشيرات لمنطقة القبائل، لماذا تغيير هذا يعني توجيه سياسي لتصريحات من طرف فرنسا للجزائر؟ ماذا يحدث حقيقة الأستاذ؟ كاين حاجتين في هذه، كاين عندنا لازم نفهموا حاجة اللي هي استراتيجيك بالنسبة لفرنسا، هي افيبلير لالجيري. نعرفوا بلي فرنسا هذا بيان سور سي هيستوريك ومعروف، احتلت الجزائر أكثر من 130 عام، واحتلت الجزائر إلى في ديسباريتر لالجيري، إلى في لا نيغاسيون دو لالجيري، لا نيغاسيون أبسولي دو لالجيري، ما كانش كاين حاجة اسمها لالجيري، كانت لالجيري فرونسيز. دونك فرنسا استراتيجيكمون فيز توجور لافيبليسمون دو لالجيري، هذا c'est un choix, c'est un but, c'est un objectif ultime de la France et d'une manière générale de l'Europe du Sud, l'Italie, la France, y compris l'Espagne. Parce que tout simplement, pour eux, la Méditerranée doit être gouvernée et seulement gouvernée ou gérée ou managée par une seule rive, soit le nord, soit le sud. C'est stratégique. Donc l'affaiblissement de l'Algérie par la France et par d'autres puissances européennes, particulièrement celle du Sud, est un objectif qui m'a dit qu'il est ultime. L'autre chose, c'est une tactique. La tactique entre les Français, entre certains officiels français, qui m'a toujours, encore une fois, l'affaiblissement de l'Algérie, mais cette fois-ci à travers les Kabyles, ou par le biais de Kabyles. Ils aiment sortir les Jazaïriens par les... قبائل ديجا لو ماك سي ليلستراسيون تاع هاد لا استراتيجي تاني فرونسيز وماشي برك فرونسيز مع دوطر بويسونس كندا سارتان في كندا في ليزيتازوني الى اخره يحبوا يقولوا باللي الجزائريين هذه الجزائر تقسيم الجزائر احنا نشوفوا الماك يتكلم على خلق ما يسميه هو الاستقلال لا سيباراسيون تاع لا كابيلي يعني يدي له 1% دو لالجيري كي تشوف الخريطه تاع واش راه يقول يحب يدي بجايه تيزي وزو وبويره سي لو 1% براتيكمون لو 1% دو لا سوبرفيسي دو لاجي يعني موان دو 25000 كيلومتر كاري هذا هو لو بروجي تاع الماك وهذا لو بروجي تاع الماك في الحقيقه اللي سوتني نون با بور العيون تاع القبائل ولا باش يدفعوا لبعض القبائل وانما نتاع لا ديزلوكاسيون دو لاجي تاع تكسار الجزائر اللي يدخلوا فيها بعض الناس هذه تساعد النظام لان يعني النظام واش راه يقول الان قبل شويه واش كان يقول ويحيى ولا واش يقول سلال ولا واش يقول غول ولا يقول يحبوا عندهم وهم يحبوا عندهم لي زيكستريميست يحبوا يفصلوا الجزائر وكذا بمعنى انه الماك يستخدم هذا الموفمون
نتاع الاكستريميست فرحات مهني سيزاك بوليت يستخدمون من طرف النظام باش يخوفوا الجزائريين الاخرين. الجزائريين الاخرين واش يقولوا؟ يقولوا بابا بابا البلاد في خطر. كما في 2001 خرج بوتفليقه ان جو مارابيل بيان كان راح للجنوب وراح للشرق وراح للغرب باش يقول لهم القبائل يحبوا يكسروا البلاد، القبائل يحبوا يكسروا الجزائر. وجماعه الماك يعطوا الفرصه للنظام اللي هو في الحقيقه يدعمهم انديريكتومون اترافير لي مانيبيلاسيون لي انفيلتراسيون وسات ماغوي هكذا يدعمهم باش يخوف الجزائريين الاخرين والناس تقول شوف حنا نبقاو كيما رانا خير من تكسر الجزائر. خاطر يكون يروح هذا النظام الجزائر تكسر. النظام هذا يقول لهم ابري موا سي ديليج، درك ولا يقول لهم ابري موا سي لو ماك وبارفوا ابري موا سي داعش. راك تشوف وراه الخبث والمكر والخداع والمانيبيلاسيون اللي راه يتم. وللاسف جماعه كان بيان سير هنا ما نحكيش على لي زيليمون دو باز اللي يتبعوا الماك اللي هما مساكن يشوفوا باللي المنطقه تاع القبائل راهي تسوفري والناس راهم يسيفروا وكذا ويحبوا يلقوا اي حل. انا بيان سير نتكلم على لي كريمينال اللي هما في التوب نتاع هاد لورغانيزاسيون واللي راهي تعطي فرصه لهذا النظام باش يطول وباش يبقى، لان النظام يحتاج لي زيكستريميست. بارفوا سي زيكستريميست سون دي اسلاميست اي بارفوا سي زيكستريميست سون دي بيرغيست. يعني احنا حبينا تكون جزائر يعني موحده وجزائر يعني بالقيم تاعها، يعني وين راهي الحلول الان الاستاذ العربي زيطوط مع المعطيات هذه اللي عندنا؟ يعني شوف الجزائر تبقى ان شاء الله ستبقى موحده دائما. الجزائر منطقه القبائل هي قلب الجزائر. منطقه القبائل تاريخيا انها هي قلب الثوره، وفرنسا خدمت عليها اكثر من 100 سنه لما كانت تحتل الجزائر وبعثت الباباسات نتاعها وبعثت الاخر التمسيح نتاع الناس والتنصير نتاع الناس وكذا وكذا. ومن بعد كثرة الثوره اقوى منطقه مع منطقه الاوراس كانت منطقه القبائل، بمعنى انه الثوره كان قلب الثوره كانت في منطقه القبائل كما كانت في منطقه الشاويه، بمعنى كانت عند الامازيغ اكثر من حتى المناطق الاخرى برغم ان الجزائر كلها قامت بالثوره. وبالتالي انا ما عنديش مشكل مع هذه. انا نعرف وانا من اصلا عندي اصول امازيغيه في دمي تيري، ونعرف باللي الاحرار القبائل والاحرار الامازيغ عمرهم لا يقبلوا بتكسر الجزائر، وانما كاين بيان سير توجور اون مينوريتي اللي تقدر تكون حركه سواء حركه انديريكتومون ولا حركه ديريكتومون، سواء حركه مانيبيلي باسكو سون دي اكستريميست ولا حركه مانيبيلي باسكو سون بيي بور لو فات. هذا 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 سافا دو سوا وكل الناس تمر هذه الامور. الحل لما تقول لي الحل نقول لك نعم كاين حل. الحل هو رحيل هذا النظام، رحيل هذه العصابات، رحيل هذا لابيغ سي تين بي اون بلان سونس دي تير اي جو بيز مي مو. الرحيل تاعهم والرحيل تاعهم يا ان بري بي، ما نكذبوش على بعضنا، كاين ثمن يدفع. هذا الثمن نقولوا نفوسنا هو كالتالي: اذا بقى هذا النظام خطر شديد. إذا راح نعم كان هناك خطر حتى كي يروح هذا النظام، راح نمروا بمرحلة نتاع دي سيكوس، راح نمروا بمرحلة نتاع فوضى، راح نمروا بكل تأكيد. صح كل ما يبقى هذا النظام كل ما يزيد وقت هو كما السرطان كما الكونسير. إذا عالجتوا في البداية كاينين فور شانس نتاع أنك تنجو، أنك تنجح، أنه الإنسان المريض يدير التريتمون شيميوثيرابي، يدير كاع لي تريتمون، يدير الآخر وينجح. كاين احتمال كبير. صح قد ما يتأخر السرطان في جسم الإنسان قد ما يكونوا لي شانس نتاع النجاح نتاعو سو مينيميز اي سو ريدويز مع الوقت. دونك الحل الوحيد هو ان الجزائريين ينتفضوا على هذا النظام بطرق سلميه، بطرق لا عنفيه، بطرق النظام راح يرد بالعنف هذا معروف، لكن النظام الجزائري الان ما راهش النظام تاع التسعينات. ما راهش النظام تاع التسعينات اللي يقدر يقتل عشرات الالاف ولا مئات الالاف. ما راهش النظام نتاع اللي يلقى الدعم الكبير من من الخارج بالرغم انهم يدعموا فيه، لكنهم عارفينه باللي راه ولا خطر. احنا سمعنا واش قال ساركوزي قبل يومين ولا ثلاث ايام، وساركوزي سي ان كريمينال سيرتينمون، يعني عند لي زالجيريان ويعرفوا تصرفاته ميم مع لي زيميغري اون فرونس ومع لي زالجيريان اون فرونس ومع لي ميزيلمون اون فرونس. بصح يبقى واش قال اون بارتي جيست، لانه قال بلي هذني كنت تحرك الامور في الجزائر خطر علينا. نعم خطر عليهم لانهم هما اللي ساندوا هذا النظام ودعموه، لكن ماهمش مستعدين باش يبعثوا العسكر تاعهم وباش يبعثوا اولادهم يموتوا من اجل هذا النظام. هما يعرفوا بلي هذا النظام راهو منتهي. وهذيك لافوتو اللي كان تبليها بالز ودارت هذيك كاع
كما تعرف هذاك البروي على الـ على الـ على الاخر كان سيتي كلير يعني، لان هذا سان بروي مينيستر ما راحش يلعب، عنده دي استراتيج، عنده كان حاب يقول باللي خلاص هذا بوتفليقه يسون ريجيم سي فيني. سي فري هما يحبوا يبدلوا ريجيم تاع بوتفليقه بان اوتر ريجيم كي لي زارونج كي لي كي با اونكور اون فوا لي سيرفير. بصح الشعب الجزائري يعتقد ان هذه المره لما يتحرك ولما ينتفض ضد هذا النظام راح ينهيه وينهيه للابد. كما قلت لك كاين ثمن يدفع، هذا ما لا شك فيه، لكن من الاحسن تدفع ثمن صغير وبعدين تعيش بحريه وبكرامه وبعزه وباستقلال وتكون في بلادك. صح بلادك خير من اللي تبقى تحت الحكم نتاع الظالمين نتاع الفاسدين نتاع الفاشلين ونتاع الخونه. بارك الله فيك. شكرا الاستاذ محمد العربي زيطوط. محمد العربي زيطوط دبلوماسيه قديم يوني مذبرن بوسقامو نراشد مؤسسه نراشد لكن ثاني ميرثم قرات كما نروح سين بكيوي سين نقمتنا حسن موسي سي تمورثن كندا اد نسلم في الله. السلام عليكم زول في الله كاسي حسن. زول في الله يا محمد. زول que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a toujours dit ce qu'il pense. Et puis Azoul aussi tous les Algériens qui nous écoutent en ce moment. كماتنا سي موسى قد نتمسلا يعني في إغولان نا لي ديكلاراسيون دناني مضبر الحكومة ثين كوراكي مس سلال مسغول مس عدنان يعني اشو يضرون دي تمورث الجزائر مكانة الحوثة مورث يعني مس سلال كغولان الناس يناد بلي تمورثة الحو كبريد يعني العالية الحو كبريد يعني عندي نولي تسير يقرز قيس مهما انه نعدى يعني خلال المراحل عند البترول يصوب، ولكن مازال نطف دي تمثالين نتدامسا يعني كل شيء ثن سداون الكونترول يعني اش راه غادي نضاف التصريح هذاك. على كل حال محمد نكوني اونكور اون فوا اما كني دنا دون الباسي نولف الديسكور هاكي الديسكور هاكي نسلال نانغول نانزعداني نان ويحيا نان غرين نول فيت نول فيت سي اون انكور اون فوا اون شانسون كو نوز افيون سوفيزامون ابريز تالمون تراباشي سيت ا شاك فوا كولا افليزون جو هاكي يخطر لك ا شاك فوا تاع قرن فلان في الخارج قبل ما تبدا تريبوندي شو السؤالين لي بروبليم ايكونوميك هاكي ان كان مون سونس اكني سينا ويدان دلوقتي الى دو بون كار اوجوردي ام احمد على لير دي غران زونجو بوليتيك ايكونوميك الراف اترافير لو موند فون راج ليكونومي مونديال تنقص مليح مليح لا جونيس ندوني هير كلينغ ان مزيان ندوني تريكلامي غير كل كبور السن اخدم المعيشه لها لي تو سا Ils veulent s'impliquer dans les décisions qui conditionnent un peu l'avenir. Il est donc normal que tout dirigeant de dans n'importe quel pays du monde, ait les voies, les moyens, mais chacun des souffrances de il a un peu le temps de tête. Il n'y a que les dirigeants nord qui pleurnichent à chaque fois. À chaque fois qu'on cite l'Algérie, à chaque fois qu'on dit que ça ne marche pas au niveau de tel ou tel ministère, à le commencer, à le faire, 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 à le non, il, maintenant, ça a une légitimité, de n'y faire pas jeune, et où il y a des menaces, 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 ils doivent eux-mêmes répondre. On doit rappeler encore une fois que la crise elle est d'abord politique qui a gangréné ensuite les aspects socio-économiques, culturels et toutes les autres activités. Le problème pourquoi il a cumulé il y a un déficit de légitimité de beaucoup de nos dirigeants à Mohamed et de certaines de nos institutions. Qu'on se le redise, un déficit que ce pouvoir n'a jamais voulu, jamais, quoi que ce soit, le pouvoir n'a, ben, c'est-à-dire résorber, si vous voulez. Allô ? Ah non, Max, c'est là, c'est ça. Oui, donc un déficit que ce pouvoir n'a jamais voulu,
résorbée par le renforcement progressif de la démocratie, des libertés individuelles et collectives. C'est un déficit de légitimité qui n'était, à un moment donné, moi je le caricature comme ça, c'était un rhume à ses débuts qu'on aurait pu soigner si le cas de la volonté politique. Le cas de la volonté politique y est, c'est malheureusement totalement négligé pour prendre des proportions graves avec le temps et, j'allais dire, devenir une pneumonie virale avec la gestion de M. Bouteflika. Et voilà que l'Algérie est devenue aujourd'hui, je dirais moi, un grand pour venir au secours de toute cette population contaminée qui n'arrête pas de tousser et de frémir à Mohamed. Le parcours, le parcours Nsen a été de tout temps un échec. Le pouvoir, il a erré comme il le voulait. Le pouvoir a erré comme il le voulait. Il n'a à aucun moment tenu compte des lois lui dit-on de prendre acte des inquiétudes citoyennes. Il fait les lois et il fait la loi. Je le redis, il redemme les lois, il fait les lois, mais ça ne redemme la loi. Ces inquiétudes de populaires, il y en a beaucoup d'inquiétudes populaires. Tout marche bien. Les inquiétudes populaires sont nombreuses. Elles ont atteint aujourd'hui, chez la quasi-totalité des Algériens, un niveau extrêmement grave. Plus que ça, Mohamed, elles sont négligées, pour ne pas dire évacuées par ce gouvernement. Il ne s'est jamais inquiété des inquiétudes de ce peuple-là. Les Algériens sont de plus en plus nombreux, et je le redis, à croire que ceux qui les gouvernent sont en panne de crédibilité. Et ne sont encore là que pour exceller en matière de corruption, rien d'autre. Il fait dans sa grande majorité que le Hukum, il est en panne de crédibilité. Il n'est là que Bachadi Adich, encore la corruption. La corruption, il est vain. Comment expliquer qu'en dépit de ce qu'il a enduré, le peuple Agui, pendant des années, en dépit de toutes ses souffrances, on continue encore à l'escroquer et à le faire tourner en bourrique, je m'excuse l'expression. Donc, à mon sens, quel crédit à accorder à ceux qui se mettent à genoux à Ségui face à l'ancien colon, ils se mettent à l'ancien colon pour protection chez lui, de peur que le peuple ne demande des comptes demain. Quel crédit à accorder à ceux qui veulent, à ceux qui volent volontairement des milliards de dollars du peuple et qui préparent ensuite un document d'amnistie général, c'est les trahisons. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est qu'à travers toutes ces conneries-là du pouvoir, nous déduisons tout simplement que le pouvoir panique. Parce qu'en plus de cette panne qu'il enregistre sur le plan politique et économique, en plus de cette lutte, je dirais que ses membres se livrent entre eux aujourd'hui, en prévision des législatives et des présidentielles, en plus de toutes ces affaires de corruption qui n'arrêtent pas de le discréditer et de le menacer, il a aussi et surtout compris qu'il a perdu totalement la confiance des Algériens à Mohamed. Juste pour te montrer combien il est illégitime ce pouvoir. C'est cette illégitimité qui fait le quoi d'une initiative. أمي صغيرة أمي عبد الرحمن أقتل لك من الأول كم نعم أمي كأنجردني نيم بليك توبادي أون ألجيري avec aujourd'hui nous sommes en train de voir que 14 millions d'Algériens minimum de 14 millions de salariés algériens touchent à peine 25 ألف دينار alors que بشرت عايشة بشيش سمتوتي سينوارا وشيش مرسلنا لقنا كي un minimum de 45 000 دينار. Et pourquoi Malek Kharn Femouz va bien? Pourquoi alors le ministre des Finances prépare une loi des finances complémentaires pour 2016 qui serait prête pour le mois de juin, si ce n'est pas pour préparer à Mohamed le citoyen à des mesures plus douloureuses, comme certainement l'augmentation des impôts, des taxes, la réduction des subventions, comme certainement l'augmentation des prix de beaucoup de produits de première nécessité,
comme une réduction des importations des médicaments, etc. Comment s'exprime-t-il comme ça, normalement, pour dire que le pays va bien, alors que le taux de chômage a atteint un niveau des plus élevés au monde, avec une moyenne de 33% aujourd'hui? Comment peuvent-ils dire que le pays va bien avec, avec la crise actuelle des emplois dans le secteur d'automobile? Les employés sont menacés parce qu'ils se foutent de la gueule des concessionnaires. Ils ne répondent pas à des critères isthmiens ensemble, à des conventions isthmiennes légitimement. Comment le pays va bien avec un secteur de la santé complètement malade, pour faire un amalgame. La santé qui est malade, l'université est sinistrée, la justice est injuste, la jeunesse livrée à elle-même, les prisons sont pleines injustement parce que يقولون واجي باسكو يخرج تمت لات سرحني وهين يخرنا يخرنا الغابورن نسميد ولا لا جيري. اقمتنا حسن مولا شغلي فحسن اقيم كان كي ثلاث دولار غير دقيقه دولار غير كما قيم كيدنا نروح الدكتور مقران الخضر. السلام عليكم. الزول في لك دكتور الزول لا هنا الزول كي دايرين كما لا نريد تبع المغاربيه تمازيغ السكين نملي لدك مثلا الدكتور مقران نتمسلاي يعني في يغولان ديكلاراسيون مدبر الحكومه يعني باللي الطاس سي برا يعني بغانا دوت الاستقرار تمورث الجزائر نبوي دا نفقينا العربي محمد زيطوط حسن موسي نتقلي بدا في الحلول يعني دار نتعيش الواقع نتذمس الواقع نتسرسيت يعني لا نودي تراجون باللي مدبرنا يعني دمسلاين مكاننا في الحل باش هاد نجمعو كراش التمورت هاد نجمعي مدبر التمورت باش نفنو تمورت ولكن سفرة سداو بوال يعني فوسن من برا بغانا تحت من تمورت نبغى نوري الراي هني كامك تمثل تاكا مثلا. نعم. زوف لو فيك تسمع فاهمين زعما لا دري ناس تمثل تاكا كم قارن عقبة جيم وسلينا كل شيء نمر برا التمورت ولي لان الحكومة انا ولي لان وكذا خويا كيما غاني في السجنان باللي تموت كنقارن حتى قلق راح حتى قرض فارس هو كنقارن خطر في يعني لي باتي سون دون كاتاستروف على خطر مرة هو كان ايغو فلان نتغامس ايغو فلان تمتي ايغو فلان تسرتي يعني اقلا توا غير تموت توا 19 يتوالى تنفر تموت الناس لكن قارن تهلك تهلك في سلوين تهلك في الحكومين تهلك سلوين اكو لان يعني الحكومه هذه في الانستيتيسيون تهلك في السيستم يعني لو بي لالجيري اللي مالاب سون سيستم بوليتيك كتبوسان راه توالي باش كني معناتها يعني انميز مليح يعني الحضور يقد باش نقول لك هما ما الحضور سعدانين اصعب ضروري الحياه اطور الغول يقد باش نقول لك الحاشيه وذا هو يقين ايل كوليتي دو هينسن باش كني كينا الفرن اطاس باش الفرن في السوق زوز تموت تلانتي يعني نعطي يضا موتي دارينا راه في سلم يعني في لابلاس في دارنا يعني في شابر انت من قالا ما كيفاش في شابر انت من قالا في دارنا في فوس برا يعني بور يعني كاشي لو مال بروفون كو في لالجيري لا كريز يعني دو سو ريجيم لا اون في ديفيرسيون بور soit on accuse les partis politiques de l'opposition, soit on accuse la presse, soit on accuse la main étrangère, pour le halal, pour le. يعني بريد باش هما يرجفوا انا مش تاقي بوليتين ما كان السنه دي عدانا ولا ما يعني ما يعني ما دام بنت موت كنقاونا بنت اليغزر باش يتعامل جوابو بدون سي لي زانفيكتيف كونتر لوبوزيسيون ادخل على الغاشين يعني يفكروا سيرتو كان سلطان مفتوح مي راه قاعد وانا قاعد قروي ناس
ان تويت انا يعني نون على كان نزلتو في فرنسا مسيو فالت ارنت ما كان كي داين لا فين دي موند الوغ كو نو ني بلان دي بوري نو ني استاونا لا مين نو غال كنقارن صافين من موران بلاصه وفي وين الجنات راه خاطر نو ني وي دي ما اي بلان او دي تخاشي نو ني استاونا لا مين يعني ما درنا اونتر جيمي تموتنا حجوز النار انشتغل في اللي كيدير انتيك خدمه هو كنيسيان ادتون اكزود الداري بور فير اوبليي كو لالجيري ني با غوفرني دي تو كو il y a une vacance de pouvoir بلي اس بوسان مالادري انشتغل يبدنا بالحال بلي اون زرارا في صوره تموت اون زرارا دلات اما كنتقن ويد يعني ايه كونديسيوني جين ام نورن زين قرانا نجار لكن قرصر بويا اقلان داخلو باب بويا جين انشتاقي لكل شيء دي مونتر اينا كي دنا نعم اسمين يعني دي ارسل سن كاتريا موندا في الدراعي وجودة دايرات نفس سن اسر واي ايه لكنو يزميرنا لا ادي سبحو في مثال اسمين كين ايد زينا كان قارن وستان ايبا كان نتموت دارمان لانا ايه نسينا الوسامين ثاني يعني قريحان ان دان ابنت باللي قلاغ دون قيد جنرال للديزاتر جنرال انشتاقي بوليكين دين يتوحشين دين يعني تا اوغور دو لوندمان ديفيسيل نكون نو قد يعني كنقارن ويجي من نوع السن اكثر تموتا دو لغاية قمتنا سي مقارن مولا شغل اللي في قيمي كي دي تسقسا قمتنا سي موسى دو غلار غورك قمتنا حسن موسي نعم بوثو لكن الدكتور مقران الخضر يعني مم الأستاذ محمد عربي زيطوط يعني لقن ولي الصح ثورة ولقرن فير تمسالينا أتنسي مغور يعني ما الامباسادور نين تمورث فرنسا يسدي مسلية كان التمسالين ما فالزي خدمة يعني الصورة ولكن لن يغبلان مقارث مقارث التصف تمسالينا قام كيد ليركشيني يعني إلا قان اللي الأزمة يقين تسرسيث يعني كجاد كمن الضوء ليك يعني أننا شغل دينا سي الدكتور سي مقران الأخضر نعم على كل حال على كل حال اين دينا القرين الكاونيش سينا قاعدان Et français, je crois que nous sommes, heureusement d'ailleurs, heureusement, nous sommes en train de parler le même langage. Le même langage. Encore une fois, Mohamed, je vais revenir juste un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que le pouvoir doit arrêter de mentir au peuple. C'est très important, parce que le mensonge, je dis, c'est Hachima. Le Knouvas, c'est de l'Armach, l'Hassan, la Loussach. النظمين إدمورت الكذب يتقرحن ولا في ذات يتفرحن pardon نحوج صح يتقرحن ولا الكذب يتفرحن donc ils arrêtent de mentir au peuple ils ne régleront absolument rien à recourir à de tels discours dès qu'alors bien rahmat rabbi maqsna walou ça sert l'aqlan wala nsa'an l'zar qu'ils arrêtent de cacher les choses sérieuses au peuple Mohamed ils arrêtent de le maîtriser surtout. Après, le fonds de régulation des recettes à Mohamed, avant le fonds de régulation des recettes, il faut 5 mois, 6 mois à venir. Ajouté à la plus grave crise des réserves de change, on n'a plus de devises, c'est fini. Nous ne pouvons plus subvenir, c'est une réalité, nous ne pouvons plus au projet en cours de réalisation. Le terrain en cours de réalisation à se préparer, se mettre à financer. Encore moins à nos importations d'équipements, dont les contrats ont déjà été signés. Nous sommes, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils disent, qu'ils fassent des discours civils ou non, nous le savons. Nous sommes condamnés à revoir le programme physique de nos investissements. D'ailleurs, des instructions ont été données certainement dans ce sens à toutes les entreprises nationales pour réviser un peu les programmes, notamment sur la fracture et sur le gaz. Nous sommes condamnés à couper dans les budgets de pratiquement tous les secteurs. Nous sommes condamnés à recourir au FMI, qu'ils le veuillent ou non. Nous allons vers le FMI. Les emprunts obligataires qui redemandent. Comment ça, Hassan Moussi? يروح أنا كمات نحسن موسى ألو اتصل لذا كمات نحسن ألو نعم ألو
تصل الله احسن. الو وي وي سي راك يا محمد سي راك كمل الاول اللي كيقطع شي طاح الصوت طوال. نعم دونك ني راك ناك نو سوم كوندامي ا ريفوار لو بروغرام فيزيك لي انفستيسمون ان ناو اي دي انستركسيون زونتربريز ناسيونال ان سون اتراك سور الغاز باش هاد ريفيزين لي بروجي لي بروغرام انتن. اي نو سوم كوندامي ا ريكورير او اف ام اي لي زونبران اوبليغاتير ادين ne représente qu'une goutte dans un océan, Mohamed, par rapport à nos besoins financiers, parce qu'on sombrera dans la faillite. Allô? Ah non, non, comme la wali. Tu m'écoutes, moi. Avec cela, mais là, en plus, même la diaspora aujourd'hui, je crois qu'il a participé. La participation de la diaspora, elle est impossible, puisque les conditions ne sont pas réunies pour cela. D'ailleurs, ça a été bon cas, il n'est pas d'arrêt. ولاش لي بنك الجزائريين ديال الخارج باش نسيتيري من هذيك السنه كنا ما كنصعب مروك تونس لي كونت لي بنكين ديال كندا ولا ديال الانجليز ما بين الجزائري لا سول بي واي انسان اثن سكن خانا ما من الساس اثن سدا ديك لي بانما بابيرس لو بوفوار ايت اكور دالتيرناتيف محمد il n'a aucune solution aujourd'hui il n'a même pas engagé une réflexion pour un plan d'urgence anti-crise certainement il attend que les caisses se vident باش يخدم. Voici le discours de la vérité qu'il faut tenir au peuple, Mohamed. Voici le discours à être au peuple. Il y a, à mon sens... Allô, Mohamed ? Oui. À mon sens, il faut que le peuple algérien sache aujourd'hui que l'Algérie est grande par son histoire, par sa jeunesse, par sa superficie, par ses richesses naturelles, par sa position géopolitique, par ses conditions climatiques. Mais elle est malheureusement très, 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 très petite seulement par rapport à ses politiques et par rapport à ceux qui sont à sa tête. La solution passe par une prise de conscience d'abord par toute la société civile. Avec une dynamique tout à fait au début, l'invité Nech, c'est à tout. Il faudrait absolument que la population soit consciente et l'opposition aussi dans son ensemble. Même l'institution militaire, à qui revient la plus sécuriser le pays. Tout ce monde-là, ils doivent se dire que l'Algérie, c'est ça le discours, le vrai discours. L'Algérie est dans une phase délicate, que le système ne répond plus, que la corruption est aujourd'hui à son niveau le plus haut. Comment nous sommes au bord de la faillite? Nous sommes au bord de la faillite, M. Sellal, M. Green, M. Roul. Nous sommes au bord de la faillite. À partir de là, Mohamed, quand on est conscient à ce niveau-là, quand le peuple, les partis d'opposition, la population civile, les institutions militaires auxquelles nous avons confiance, et cette conscience, à partir de là, en plus, nous aurions aimé que certaines personnalités politiques sortent un petit peu de leur mutisme, qu'elles se démarquent de ceux qui sont responsables de cette situation, et de dicter leur intention publiquement. Et la cardinalisation. Que M. Hamrouch se prononce, qu'il nous dise où il est là. Les Algériens se doivent d'oublier, à mon sens, hein, les Algériens se doivent d'oublier ce qu'ils sont, cette grande diversité qui fait avant tout leur richesse. Kabyle, Mozambique, Touareg, Chaoui, Orané, Constantinois, Chenoui, etc. On sait tous que l'Algérie est à l'origine amazigh. Qu'ils retirent donc leur casquette. Ces pièges, notamment du pouvoir, qui jouent la carte de la récupération, de la division pour mieux régner, de la stigmatisation pour mieux détourner, et de se rapprocher les uns des autres pour débattre du pourquoi et du comment on est arrivé on en est arrivé là, et de l'action à entreprendre à Mohamed, et comment s'en sortir rapidement, tout en ayant à l'esprit que, à mon maintenant, moi aussi. ماتنا موسى تسلط. جو ديكوت محمد الو. كمل الاول كما نعم. يعني دونك ميغاش الا كان شويه كل كاسكيت النغ لي كاسكيت بوليتيك اذا فني لا كان ايفيتي لي بيج دي دو بوفوار كي جو يقلاب لي كارت دين لا ريكوبيراسيون لا كارت دو لا ديفيزيون باش اري جيري ميو لا كارت دو لا ستيغماتيزاسيون بور ميو ديتورني اما كي يقرا لا كابيلي اي الجيريان. L'Algérie est kabyle, la Kabylie est algérienne, l'Oranais est algérien, le Séticien est algérien. Que le pouvoir se détrempe. Ils,
Trump, dans ses visions, il n'a pas stigmatisé la Kabylie ou la X ou la Y région. Nous sommes tous des Algériens, on doit tous nous entendre et trouver les voies et moyens pour sortir rapidement de la crise. Tout en ayant un McNichener à l'esprit que le dénominateur commun qui doit tous nous lier, c'est cette Algérie avant tout. بارك الله فيك سي حسن تنميرتك ما صحيت اسمو على كينك ميديس اساكي كذلغ دي خمسة دقائق دي قران النحر دكتور ام قران الخضر كذلغ اقلبي هو محمد اقلبي هنا نتابع يعني نسقسيك مثلا الاستاذ حسن موسيسي الكندا يعني شاك فوا يتمثل انا دي قرار يعني يلحقد الوقت يعني ونهضر انا في مشطحه كاع نهضر في مقرانين يعني ما كاد نجمعوا كل الجزائريه انت سولي في تيليتي كيد هو كاين فاد نسقسيك مثلا الدكتور مقران مس الدكتور مس محمد العربي زيطو دي ند سوا سوا مثلا سي حسن موسي ند سوا سوا ولكن يعني يعني نعم يعني مد نسقسب ما زيطوط انك يعني العباده كيك تفنثوره وبغانا راه تمثل تاكي ام كي تمثلهم كون ونجموا عفوس كفوس يعني مو روحنا راه العباده كوش كي غرانا يعني انا وضر تمثل تفوس كفوسك مثلا غاش راه غادي نظا نعم بصح ما خطر ضريبه ما كيفيد لنا اوذن من تبوك لنا استروقنت ليماج دي بي اي تي رافاجي نظرا يعني لانتورا ما سا نظرا دا في كازوبه زايرين اي تو تكن قارن غولين لوبيو ناسيونال على اي تي ايميليا كن قارن في الكذوب هذا لا اي تي ايميلي با لي زانسي سون مونسونج لا مالونيتي لا كيبيليتي يعني لي غوفرنون ميرك كوم فيرونتيك كوريون يزرع استعمار توالينات ويزرينات توالين شاكي تقليدي تسوين الزوايا ولكن نيشان السر نرساني ناس توالين توفران لي سكومب على كين دي سباني كنا كاين لي كومب اوكسون بوشوار ياك تربع في تدوير فوق كين بدا هو يا كيما توالين صورة كتير دي سباني مورام باراش تجي كثير صح الحاجة اقتراحين من كنا سكتا جد جديد نزرع بالليل الى قبيل وجد ما لا لو بالظل نذهب مو الا لو بالظل يعني نسترسيس دابو يجي ونصوب على يعني كنقارنا سيرفيس ونصوب على هو كنيكي غادي عندنا اختفالات كيتواغي نستفيد نتموت لنا ضريبه السامه ما لا نشري انت اللي بغي غادي نكتبو هذا راه حنا عندنا في الزوايا هنا غا ثلاثه الجهه هذا من زوت نكونيت سوف بنزيد جديد الناس ديجا غادي نعاود اون انترفيل لي ليت نزرع لي ليت ويجي غادي غران ويجي تعان الشي ويجي ايكوالان دوني في الذي يموت نظرا تموت نزرع بلي لي ليت اللي اكزيست نزرع بلي زمان اللي كابابل باين كان كنقارن تلقى تعدي هذا الباس الاكت دونك يفو افوار لونفي دو باسي الاكت كما كي كنقارن كوني جديد جديد دوفوار داجير تلقى بروحني تلقى الانتيليجونس تموت هنا تلقى كنقارن الدفاع يعني ممكن كان عندها اكسبير في السنه نظرا بلي تمثيل لا سوسيتي وحميله لا لانتيليجونس يا مي با لي ديت خاطر لا ايتي كونديسيوني دائما قارنا بلي ودي كي دي ما فيه لي ميت تموت وان الكل كي ما ديما فراغني الكل كي تحمل ان كان المات تحمل ان كان تدريب تبع كان وين يقوان يعني ما ادابو بصح نكون يعني نتاع القناعه باللي انجزنا جيه جبلان في لون جبلان يتموت لنا جبلان اللي ليت زمان يبوظ لون وكني كي ادمينا وانتمي وكني كي ادفغنا الوجود السنكي وكني كي اتنسيو انك نقارن صفرات انت يعني ما يكون اول يعني ما نوجد دونك فاجي يعني ما ذا ولا من زوينو يعني ما ذا فيلم من زوينو سيتا نابيل يعني اللي ليت في السنات يبني وجدود كنا وسنا جينا الشهر وكو عدانا وكذا نجيب جديد ونحديث سلامة لكن قارن يعني روحنا غير وجود الزايرين ولين جوا الوهران ظل الله عين في موسان تنطروح على سودة في مشطع أما كني لا يتذكرها لا تمر القبائل ثم هنا في بيت دونجا عطيك مازال أنا روحي وكني كينا أنسيوضا يعني أسير ما جي أنسيوضا أنا كين أنت منين على خطر مزرعة سواء شتاكي كان ما إلا غادي يلي وبدل في غادي يلي وبدل سوى جدود
l'existence même de l'État algérien en tant qu'État. بارك الله فيك ثمر ثم قرات الدكتور مقران الخضر نبذ در ثقر ابو هلاقي وقد يديك شمنو كدنا فكرة استمعون انسن قمتنا الأستاذ محمد العربي زيستوت ذا دبلوماسية قديم ذي مذبر بس قامون نراشاد ماس حسن موسي قلن ذا سلوين تذوك لي بغريفني قلن ذي تمورث الكندا ذا موسنا وانت ذمسا قمتنا الدكتور مقران الخضر ذي مذبر نوكا برجيل جديد ويدي ديف كانو كثم زغا ساقي ثم زغا ثم ديثان مرثم قرات جاوند لهنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.